أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. وهذا من الأحاديث العظيمة جدا التي يذكرها أهل العلم من الأحاديث التي يدور عليها أو تدور عليها مكارم الأخلاق، وهو أن الإنسان من حسن إسلامه تركه ما لا يعنيه. تركه ما لا يعنيه، يعني شيء لا يعنيك لا تتدخل به، كف عنه. ويذكر عن الأحنف بن قيس، والأحنف بن قيس مختلف في صحبته، قيل صحابي وقيل تابعي رضي الله عنه، وهو سيد بني تميم. دخل على معاوية يوما فأغلظ له بالكلام، فلما خرج قال بعض جلاس معاوية: يعني كيف سكت له، يعني يتكلم بهذه الشدة عليك؟ قال: أما تعرفونه؟ هذا الأحنف ابن قيس لو غضب لغضب معه 100,000 من بني تميم لا يسألونه لماذا غضبت. فهذا الرجل كان حليما، الأحنف بن قيس اشتهر بالحلم وكان سيد بني تميم. فجاءه رجل يوما فقال له: يا أحنف، بما ست بني تميم؟ يعني شلون صرت أنت سيد بني تميم، هذه القبيلة الكبيرة، بما ست بني تميم؟ قال: إنه لم يكن يعنيني ما عنك، ولم أكن أتدخل فيما لا يعنيني. صك حلجك واسكت. طيب، قال: أن ما أتدخل يعني كما أنت تدخلت الآن في حياتي وكذا وكذا. فيذكر بعضهم من الطرائف يقول: جاءه واحد وسأله عن أمر خاص به، فلما سأله سؤال محرج يعني عن شيء خصوصي يعني، فقال له: كيت وكيت. فقال له: أعرف رجلا مات وعمره 120 سنة، يعني بغير الموضوع هو أساس يصد عني. قال: أعرف رجلا عاش 120 سنة. قال: ما شاء الله، شلون؟ قال: ما يتدخل شغل غيره، يعني لا يتدخل فيما لا يعنيه، يعني صك حالتك اسكت. فالقصد أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، شيء لا يعنيك لا تتكلم به، لكن شيء يعنيك. بعض الناس يقول مثلا يجعلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما تأتي تنكر على ناس منكر فعلوه يقول: لا تتدخل فيما لا يعنيك. هذا غير صحيح، هذا يعنيني، وإلا لدعينا أن الأنبياء تدخلوا فيما لا يعنيهم والعياذ بالله. لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعنينا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا الأمر بالمعروف والنهي عن يعنينا، لأن الله أمرنا به سبحانه وتعالى، ولكن خصوصيات الناس هذا هو التدخل فيما لا يعنينا. فمن حسن إسلام المرء أن لا يتدخل في شيء لا يعنيه إلا إذا أذن له، إذا طلب منه هذا موضوع آخر. نعم.